واي حاجه انتوا تحتاجوها مكتبي مفتوح لكم بدون مواعيد وبدون اي حاجه خالص. وانت معدي تطلع مرحبا. اسمي شيماء المشتري، عندي 23 سنه، لسه متخرجه السنه دي من كليه الهندسه جامعه القاهره في الدوز. كنا راجعين من بطوله العالم للجامعات، كانت في البرتغال. حصلنا في الترتيب العام على المركز الثاني بعد اليابان، واحنا الكاتيجوري اللي انا بلعب فيها جبنا ميداليه برونزيه في كاتا جماعي لعبه الكاراتيه. طبعا يعني بقالي 5 سنين في كليه هندسه، فده كان ستراجل، او يعني كنا بنتعب قوي بقى علشان الامتحانات والاساينمنتس والحاجات دي كلها والبروجكت والكلام ده، خصوصا انها كليه عمليه ومش سهله. فطبعا بالنسبه لنا ان احنا نجيب ميداليه ده كان انجاز، وهي بطوله على مستوى العالم كله، فده انجاز بالنسبه لنا وبالنسبه لمدربينا وجامعه القاهره بالنسبه للكاراتيه عامه في مصر. بنشكر كل الناس اللي كانت بتدعمنا، ابتداء من اهالينا ومدربينا والاداريين اللي كانوا معانا في السفريات والناس اللي تعبت معانا، سواء بمجهود ذهني او مجهود فعلي او جسدي. هو انا يعني الاكسبيرينس بتاعتي انا شخصيا الحمد لله كانت بالصدفه، ما كانش فيها مشاكل لان الدكاتره كانوا كلهم متفاهمين مثلا، وكان حاجات بسيطه هي اللي كانت بتفوتني. لكن اعرف زميلاتي يعني معانا هنا في التيم ان هم كانوا بيضطروا مثلا ياجلوا امتحان او يعملوا دروب لماده كامله لمجرد ان هم عندهم سفريه او بطوله مش هينفع ياجلوها، فعشان كده كان في تعارض. فاحنا بنحاول نطلب ان يبقى في تفاهم اكتر لظروف اللاعب، لانه في الاخر بيجي وقت عليها يبقى مضطر يختار ما بين الامتحان او ما بين الكليه وما بين بطوله. فللاسف احيانا بنختار بطوله واحيانا بنكنسل بطولات بسبب امتحانات فاينل مثلا او كذا. فبنطلب تفاهم اكتر بس لظروفنا عشان يعني الناس تبقى متشجعه ان هي تكمل الدراسه مع الرياضه. جينا فاروق، 22 سنة، طالبة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة الفرقة الرابعة. المركز اللي أنا حصلت عليه حصلت على ذهب فردي وجماعي في العالم للجامعات للكاراتيه. طبعا أنا سعيدة جدا بالتكريم اللي حصل النهاردة من دكتور جابر، ودي دفعة حلوة لينا وحاجة تشجعنا إن شاء الله على إن إحنا نكمل في اللي إحنا فيه ونجيب بطولات أكتر إن شاء الله. دي بالنسبة لي مش أول بطولة عالم أجيبها، هي أول حاجة تبع الجامعات، بس أنا جايبة 5 ميداليات ذهب عالم تبع الاتحاد الدولي للكاراتيه. الصعوبات اللي يمكن إحنا شوية بنواجهها هي حتة إن يبقى في بس التفاهم ما بين الكلية والرياضة، إن لو بس في امتحانات محتاجين إن إحنا نأجلها بسبب بطولة أو حاجة يبقى في تفاهم. الموضوع ده أنا يمكن لسه ما عصرتش حاجة زي كده، بس أتمنى إن أنا لو وضع زي ده يبقى في تفاهم والامتحانات تتأجل لي. الحاجات الكويسه اللي الدكتور جابر اتكلم فيها النهارده ان هم بدأوا يطوروا الملاعب وبدأوا يطوروا حمامات السباحه علشان تبقى اولمبيه وتناسب الابطال اللي هم دلوقتي خلاص كلنا تقريبا بنجهز للاولمبيات اللي جايه في طوكيو 2020. اتمنى يا رب ان هم يفضلوا مدينا الدعم ده وان احنا نكمل.